السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. معنا الأخت فاطمة من الرباط. أخت فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام سيدي، كيداير لاباس؟ شفا بخير، لاباس عليك؟ عليك الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. صحتك مبروكة سيدي، الله ينورك كتنورنا الله. امين رب العالمين، بارك الله فيك. بعدك ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا. عندي واحد جوج الاسئله لهذاك. مرحبا. واحد الاخت ديالي مات رجلها وقابطة دابا حق الله. نعم هي. ودابا ملي قربات تحيد قالوا ليها لا خصتي النهار فاش ما تحيد والساعة فاش درتي الحوايج والساعة فاش غسلتي فاش تحيدي الحوايج. نعم، علاش هذا الضبط هذا يعني بهذا الشكل هذا؟ دابا دابا قالت لي الله يرحمها اللي كان مسؤولي ليا باش هادشي بصح ولا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا باش نحيد واش هادشي نيت كاين. اللي تسأل على احكام ديال العده، تسأل على احكام ديال العده، تتقول شي ناس قالوا لها خصك داكشي يعني بالدقائق وبالوقت، هذا الشيء يعني غير صحيح. نعم يعني معروف باش تكون يعني بالوقت، حنا متفقين يعني الامور تتكون يعني مضبوطه، هذا ما كاين حتى شي اشكال، لكن انهم تنقولوا لها بالدقائق وهادشي هذا يعني غير زيادات من عندي الناس. نعم معروف انه العده كل امراه عندها يعني الحكم ديالها، المرأة مثلا اللي حاملة عدة المرأة الحامل ماشي هي عدة ديال المرأة غير الحامل إلى آخره، المسائل على كل حال معروفة، لكن باش أنه نكلفوها ما لا تثق هذا يعني زيادة من عند الناس. للأسف كثير من الناس يعني تيفتيو في هذا الشيء، يقول لها تلبسيها ما تلبسيها ما ديري ما تشوفي شيء، المرأة كما تنقول دائما هذا كله زيادات، حتى يعني اللباس اللي تتلبسوا يعني المراه هذاك اللباس الابيض هذاك يعني هو من باب العرف ماشي من باب يعني من باب الدين، هذاك مزيان ما كاين حتى شي مشكل الحمد لله كما قلنا، لكن هذاك مساله تعارف عليها الناس. فاذا العده اسم لمده تتربص فيها المراه لمعرفه براءه رحمها او لتعبد او لتفجع على زوجها. إذا عندنا عدة المطلقة، عندنا عدة المنفسوخة ديال الزواج ديالها، وعندنا عدة الملاعنة. نعم إذا وفيه أصناف يعني عدة ديال المطلقة التي تأتيها الدورة يعني غير اليائس. نعم واش نحسبوا بالحيضات ولا بالطهر، هذا يعني فيه بحث عند العلماء. وعدة المطلقة الحامل تنقضي بوضع الحمل. نعم يعني كما قرر القرآن في ذلك. نعم أما عدة المتوفى عنها زوجها غير حامل تنتهي بعد مرور أربعة أشهر، بعد مرور أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها كاملة من وقت الوفاة، هذا هو تيقول العلماء، يعني من تدوز أربعة أشهر وعشر أيام بالليالي ديالها كاملة من الوقت ديال الموت صافي، يعني ماشي بالدقائق وبالوقت وكشي. وحنا واش الوقت بهذا الشكل هذا يعني كان في عهد الصحابة، يعني الناس ما خطاش ما تخدموش حتى العقول ديالهم، فاذا الى مات بالنهار صافي راه الوقت ديالو هو النهار ولا بالليل، راه الوقيته اللي توفى باذن الله تبارك وتعالى. فاذا عده المتوفى عنها زوجها غير الحامل وهذا، والذي توفى عنها زوجها الحامل تنتهي بوضع الحمل ولو بعد ساعه، شي بعد ساعه من الوفاه ديالها وضعت صافي انتهت العده. نعم كاين مسائل تتعلق بالمراه يعني في الطلاق، فمثلا المرأة في الطلاق الرجعي تأخذ حكم الزوجة ولزوجها أن يراجعها إلى ذمته وعقد زواجه باللفظ دون توقف على إذنها مثلا، هذا تتكون باقا يعني الزوجة ديالو. نعم لأنك العدة ماشي بالموت المعتدة المطلقة وهكذا، أما المعتدة من طلاق بائن فحكمها حكم الأجنبية، لا يجوز للمطلق أن يعاشرها أو أن يختلي بها أو أن ينظر إليها لانقطاع آثار الزوجية، يعني صافي مثلا تلقى ثلاثة ديال المرات انقش يعني الزوجة ديالو، فلا تحل له إلا مثلا بعقد ومهر جديدين، مثلا إلا تلقى مثلا جوج المرات، أما إلى وصلت ثلاثة مرات هذا كلام آخر.
يعني بعقد ومهر جديدين في البينونة الصغرى وفي البينونة الكبرى بعد أن تنكح زوجا غيره ويدخل بها ثم يفارقها. بطبيعة الحال هذا بعد أن ينكح زوجا أن ينكح زوج آخر بطبيعة الحال بنية الزواج ماشي بنية باش يحللها الزوج. نعم وهكذا. فإذا مكان ديال العدة هو بيت الزوجية الذي كانت تسكنه قبل أن تفارق قبل أن يفارقها الزوج يعني قبل موته. هذا هو اللي كاين. فيجب على المعتدات من طلاق من موت أن تلازم السكن في العدة فلا تخرج بدو إلا لحاجة أو لعذر. يعني هذا هو اللي كاين الأحكام اللي كاينة. تتبقى في البيت وما تتزين شيء. ما معنى ما تتزين شيء؟ يعني ماشي غادي تعوم مثلا يعني لا يعني ما تلبس شيء اللباس ديال الزينة أو ديال المسائل اللي تتزين بها المرأة لزوجها. نعم هذا هو. أما الخروج للمصلحة والضرورة هذا راه يجوز كما قلنا يعني ما من مرة. نعم يعني للضرورة. أما غير الضرورة يعني فلا. إذا تترك التزين بالثياب والحلي والطيب مدة العدة يعني الطيب اللي تديرو المرأة داخل البيت هذا هو اللي كاين وتبات يعني في المكان ديال يعني البيت ديالها. هذا اللي كاين في الأحكام. ما سوى ذلك ما هادشي اللي تيقولوا يعني العيالات ديري سميتو مثلا ما تشوفي شي في المرايا في الصباح ما تمشي الحمام يكون حتى شي واحد شي كلشي زيادات وتشدد والناس اللي يجتهدوا في هادشي بواحد الشكل غريب جدا يجتهدوا في البدع وما يجتهدوا شي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.